أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام، تستمعون الآن إلى الرابر شوزن على إذاعة جدة ويفز. جدة ويفز برودكشن. من أرض النهلة والسفان شوز ويف وبير بابر للفيك كاسر العين، أتصيدهم تلقى الواحد فيهم متلعثم كني باتمان دارك نايت القوثم. من الأندق وان فني جيهم كنو ذر بانك اتش ار عالسين وجايهم سوي اللوغين شو التل ما يجملوا من أول سيشن، أعشق الشوزن وهجيهم كلن كلن. ابن مملكة ومعروف بالصولة لجل كذا موسيقتي على الستيج أولى، هنا الكواليتي هن رفع بالويف غير التنوع اكزاكتلي ميكس في جهد الويف، هنا الرياليتي هن قدم بالكواليتي مع ميوزك منتاليتي بدون منازع أفضل السوسايتي، تنوع في القروب نمثل البلد نقدم فم متنوع ما تسمع إلا زوج، نقف في كل الخانات جد الويفز مركز للشباب والبنات. هنا نصدر المواهب ريل تالنت تقنيع حتى لو نعطي للفان سايلنت، بين التون والليركس ما ينخفض صوت البيز شي طبيعي وانت في خط البيض. الرابر شوزن دائما من انجاز الى انجاز، نتمنى لك التوفيق وباذن الله من اعلى لاعلى. طيب الان اعزائي المستمعين ننتقل للموضوع الاخر، في دراسه تقول انه نسبه السي